أعزائي السادة المشاهدين، اليوم هو يوم الحلقة الـ 52 من حلقات المكافحة. أيوة خلاص أهي، أيوة خلاص ظهرت وطلعت للنور أهي. عايزكوا تضغطوا عليا، أيوة أيوة، لأجل النبي ادخلوا اضغطوا عليا. انجز يا سامي، فين يا سامي الحلقة يا سامي؟ ادوها علشان نعرف نديها مع بعض. أعزائي السادة المشاهدين، عايزكم تبعتوا لي فيديوهات جديدة على الانستجرام بتاعي علشان نعمل حلقات أكتر وأكتر. هسيب لكم تحت في الديسكريبشن اللينك بتاع الانستجرام بتاعي، عايزكم تعموها فيديوهات. أعزائي السادة المشاهدين، هاتوا الشاي ويلا بينا. بس خلاص، انت ازاي وصل للمرحله اللي انت سايب نفسك توصل لها دي يا ابني؟ ازاي يا ابني ماشي مع الطيار؟ في ايه يا حبيبي؟ مالك انت شارب سيبيداك ولا انت يا... ليه اللي انت بتعمله ده؟ بنت صرمت مين؟ بنت صرمت مين ضحكت عليك قالت لك ضحكتك حلوه؟ يا جدع ده انا حاسس ان في كله ببقك، في ايه مسمار 10 بين سنانك عايز تطلع بتاع ما مش عاجبش جاي معاك؟ اتقل لها يا ابني، اتقل لها. مش اي واحده تقول لك اي حاجه تسمع كلامها، برضه انت شاب وشكلك محترم ومهندم وبتاع وحاجه محترمه. فنصيحه من اخ كبير، ما تسيبش نفسك للبنات بنت الصرمه تقول لك اي حاجه وتصدقها. فواحده تقول لك ضحكتك حلوه فانت تيجي تفشخها اكتر ما انت فشخها، فتيجي تقول لك الله ده انت ضحكتك فشيخه فاستنى انا افشخها اكتر. اتقل لها بقى. نعيد الحوار تاني، انا راجل تمام ماشي، عاجبكم عاجبكم مش عاجبكم مش عاجبكم. ميرسي جدا للناس اللي بتقول لي انت بميت راجل على راسي. ايه يا عبد؟ ايه يا عبد مالك؟ في ايه داخل علينا كده ليه يا معلم؟ ايه يابا هتخش علينا بالموس؟ هنخش عليك بالقطر. هتخش علينا بالقطر؟ هنخش عليك بالسنج. احنا من المطريه واللي يقرب لنا بنشقه برضه. مالك زعلان ليه يا معلم؟ مالك زعلان؟ بيقولوا عليك راجل. ما هو ده ما يرضيش ربنا. ما انت حلقه كابوريا، انت كبنت حلقه كابوريا. المفروض انا اقول عليك ايه؟ مهندس التخطيط؟ ما انا برضه ما يرضيش ربنا. وداخله بتتكلم كانك بترولي سجارتين. ما انت تتقي الله واحنا بعد كده نبقى مش هنتكلم ولا نقول اي حاجه. بابا فين؟ بابا انا يا سلام عايزي عايز اكل الحمام. لا حول ولا قوه الا بالله يا ابني، او لا حول ولا قوه الا بالله يا بنتي. مش عارف بصراحه، بس هو لا حول ولا قوه الا بالله على حسب اللي مكتوب في البطاقه، علشان بصراحه انا اول مره اشوف دود متكلم. في طفره جينيه حصلت في الدود. انا طول عمري اسمع عن دود الاز، دود الارض، دود الشرجيه، مؤاخذه يعني، انما انا اول مره اشوف الدوده بنت الوسخه اهي. الحمد لله جبتها لكم، كلنا بنشوفها. قال له ايه ده؟ في مالك؟ مالك انت بتعمل كده ليه؟ بتعملي كده ليه؟ انا بكلمكم انتوا الاثنين على حد السواء، علشان ما فيش نص فيكم يزعل، علشان اللي انا شايفه قدامي ده على الطلاق ما عارف اميز انت ايه ولا انت ايه. فلو حد عارف يدخل يقول، علشان الشخص اللي واقف قدامنا ده انت عايز تروح لسباك يشوف طبه على مقاسك، علشان طول ما الطبه مقفوله الدنيا زي الفل، طول ما مفيش طبه الدنيا بتخرب زي ما انتوا شايفين. فيكي روحي لا عادي روحي صورك في سلات المهمله كانت قصه مؤثره. بنت كلب هعيط وانا بتفرج على العظه اللي طالعه لي من الفيديو. يعني انت يا ابني ضاقت بيك الدنيا، مش لاقي واحده من البنات المرطرطين على الرصفه بتوع التيك توك تيجي تعمل معاك فيديو، بدل ما انت جايب واحد صاحبك ملبسه باروكه من التينه بربع جنيه يعمل دور بنت، وانت يا ابني اللي انت عامل دور بنت ولابس باروكه، مش لاقي واحد يعمل معاك فيديو من اللي هم مرطرطين على الرصفه، فجايب واحده ملبسه واد تعمل معاك فيديو على التيك توك. بدلوا الادوار مع بعض يا متخلفين. لمت ودمت شكلك ما تعرفنيش، انت انا من بطك نظري. يا ابو عمار وام عمار وعمار، وحشتوني وحشتوني والله العظيم. انا جايب الفيديو ده مخصوص عشان اقول لكم ان انتوا وحشتوني، مش قايل اي حاجه تاني، مفيش تنمر ولا في اي حاجه. انتوا وحشتوني لاجل النبي استمروا، علشان انا بشوفكم والله العظيم بجلد ذاتي، بجلد ذاتي. ببقى مثلا متضايق ان انا عملت حاجه غلط في حياتي، فبدخل اتفرج عليكم عقابا لنفسي. استمروا يرحمكم الله. لا 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 لا
حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو اللي زي ده بيتجوزوه ايه؟ ولا انتوا بيتجوزوه مين؟ علشان اللي زي ده حلال فيه يتجوز وحيد القرن عشان في الرايحة والجاية يصنفر له القرن. علشان والله العظيم انا زهقت والحاجات دي بقت كتير قوي، فانا مش فاهم يعني. ولا والنسوان هي اللي بتبين له اللي وشخيرة، وري وري البنات. قولوا لنا الحاجات دي بتقلب ازاي؟ يعني بيتولد عدل بيقلب ازاي؟ عشان نتلاشى الناس اللي بتبقى كده، نبعدهم عن سكتنا علشان زهقنا. العب يلا العب يلا العب يلا. كفاني 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 بقى بيعمل فيديوهات على التيك توك، كفاني بقى بيعمل فيديوهات على التيك توك. هو من ساعة ما الولا راشفورد ما بقاش بيفصيله وهو باص خالص. البت من تحت مودة الأدهم ومن فوق إيدينسون كافاني. التيل اعملي فلتر. البنات هرياف فلات اعملي اي حاجة. داري داري هاتي سكنتين معجون ومعجني يما زي ما بيمعجنوا. انما احنا ليه بطنة يحصل فيها الكلام ده؟ حرام. التيل لا التيل لا بطنة باظت. لا تعليق. واحد داخل يسأل واحدة يقول لها ممكن اشوف صوابع رجلك؟ فهي بكل رقة وطيبة وحنية بتقول له لا تعليق. طبيعي تقول لك لا تعليق يا دي يا ابن المهزقة، يا دي يا ابن الصرمة، لازم تقول لك لا تعليق. امال هي ساندة وشها على ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ اي حاجة نسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تصدقوا كل جديد احنا بنعمل. النهاردة بقى يا حبايبي عاملين تحدي انا وخطيبي على ايه؟ 2 حواوشي والبيبسي داخل التحدي. سلم عليهم يا احمد. السلام عليكم. يلا يا محمد بقى تبدا تضحك. حبايبي احنا قاعدين يا حبايب قلبي. طبعا انتوا طلبتوا عايزين تحدي بين احمد وبين توته. يا الطلاب الثلاثة يا ام محمد، احنا ما طلبنا تحدي ما بين احمد وتوتا، علشان والله الدمعة هتفر من عين الولا. احمد صعبان عليا، الولا قاعد اللي جابني هنا. ما انا بقعد على القهوة مع فضل بتنجانة ورزق كراطة وبنلعب عشر الضمنة ولا بتاع وبتمشي والدنيا والسجارتين الكليوباترا. ايه التهزيق اللي انا بتهزقه ده؟ تحدي حواوشي ايه وبتاع ايه يما؟ الواد جاي يقعد مع خطيبته قعده جميله بتاع، يشوفوا بقى هيجيبوا اللي قعده الحمام من انهي داهيه ولا هيجيبوا النجف من انهي مصيبه. جايه تعملوا لهم تحدي والبيبسي في البتاع. يا جدع قوم انفي بجلدك يا جدع. بصي يا حبايبي دخل التحدي. ايوه ما نشوف مين اللي بقه كبير، توته ولا دخل التحدي. كله في التحدي وهو محمد هيعاقبك. ايوه احمد عاقبه. احمد عاقبه بدري. ايوه احنا قاعدين حكم يا حبايبي. انا وهو محمد خلق الكواليس. لا يا جماعه بقى الموضوع والله العظيم ما يتسكت عليه. واحد راح يتغدى مع خطيبته، بتغدى مع خطيبتي يحصل كده؟ والله العظيم حرام يا جدعان. حد يمنشنهولي. تعالى يا عم احمد هنا. يا عم احمد اللي بيحصل ده والله العظيم ما يحصل. حرام. هات رقمك يابا، انا هعقلك اقول لك اللي بيحصل ده. لا خد موقف يابا. ايه يا محمد؟ قول لي محمد خلف الكواليس انت هتعمل ايه فيها خالد يوسف يا وليه بالبتاع؟ وبعدين انت قلت الحواوشي والبيبسي داخل التحدي. هي بتاكل سلطه وطحينه ليه؟ ما هو ده مش في التحدي. انا سكتلك كتير بقى، ياض. هو انا مفيش حد غيرك بيضحك في الدنيا؟ هو انا اصلا اول مره اشوف حد بيضحك معدته بتبان من بقه. في ايه؟ ياض مين بنت الشرمه؟ قول لي عليها يا ابني. انا واقف الوقفه دي بحسد ايرون مان على النعمه اللي هو فيها، بحسده على انه بضع حديد. انت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا. ربنا بيعملوا يا ولاد الوسخه مش كده؟ يعني هنعدي ان هو واقف يصلي في العصر اذن فراقه في الشارع ماشي، هنعديها. واقف لابس الكوتش عادي
انما جاي اللي جاي يسرق الجاب بتاع الوسخه بنحط ايدك على وشه. هو حد قال لك ان اللي بيصلي بيعمى؟ انت ولا بقى وانت؟ انا مش عارف انا ادعي لك ولا ادعي عليك. عملت خير وعملت شر في نفس اللحظه. قلعت الجاكيت اديت الراجل يصلي عليه وبنفس الوقت عريت لحمك. ابعدوا عن الدين، ابعدوا عن الدين، اعملوا اي هلس، ابعدوا عن الدين بجد. بيطر وده اغلى الناس، بيطر سكر اناناس، يا بيطر يا اغلى الناس، بيطر سكر اناناس. يا عاجل انت حر بيطر. بيطر انت بيطر يا بيطر. بيطر ازاي يا وليا؟ يا وليا يا اللي يجيلك مسمار 10 في لسانك يشقهولك نصين. انتوا بتعملوا ايه؟ هو اي حد فاضي بيطلع اي حاجه؟ اي حاجه يا ام صوت يجيب الكافيه. اعزائي الساده المشاهدين، والى هنا تنتهي الحلقه ال 52 من حلقات المكافحه. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو بمناخيركم، ولو مناخيرك مقطوعه اعمل لايك بايدك ما يجراش حاجه. ما تنسوش تعملوا كومنت على ام هذا الفيديو، تعملوا مشاير، اعمل لايك وكل حاجه. بص اي حاجه عايز تعمل اعملها. اعزائي الساده المشاهدين، ما تنسوش تبعتوا لي فيديوهات على الانستجرام بتاعي اللي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، عشان ننزل بالحلقه ال 53 خلال اليومين الجايين دول. اعزائي الساده المشاهدين، سلام عليكم.